الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الاستزراع السمك البحري في مصر، اتخرج في كلية الزراعة سنة 1993 وحصل على الماجستير في تغذية الأسماك في المياه العذبة والدكتوراه في تغذية الأسماك البحرية، وحالياً هو النائب الأول للرئيس اللجنة الاستشارية العلمية لدول حوض البحر المتوسط في منظمة الأغذية والزراعة FAO بالأمم المتحدة. طب أنا ملاحظ أن حضرتك مركز أوي هنا مع زريعة العروس مش الدنيس. ببساطة شديدة جداً زي ما قلت لك، إحنا دورنا تنمية زراعة السمك. أنا بربي الدنيس في أول الموسم لأن إحنا عندنا درجة حرارة تبقى منخفضة في اسكندرية، أنت عارف المناطق اللي فيها مفرخات الأسماك الدنيس، منطقة بورسعيد والإسماعيلية، دول مفرخات خاصة بتربي دنيس بس اللي هي الوفا وحراز وهكذا. لو أنا النهاردة اشتغلت دنيس زيهم أنا كده بنافسهم، أنا مش دوري كده. فأنا بس ببتدي دورة الدنيس قبليه بشهر، فانا بطلع اول دوره دنيس بس عشان اغطي طلبات السوق مش اكتر. اول ما هو بيشتغل في الدنيس ويطلع انا ببتدي اشتغل قروص. طب حكايه البولت الاحمر هنا ايه بقى؟ البولت الاحمر اصلا الطبيعي بتاعه في العالم كله بيعيش على ملوحه من 4 الى 6 في الالف، يعني يعتبر ميه شبه عذبه، 7-8 اخرها، هو بيتربى على كده شبه عذبه. لاحظ ان احنا عندنا الجيل بتاع البولت ده جاي من تايلاند من حوالي 22 سنه، مع التربيه عندنا ابتدى يتاقلم على الملوحه لغايه لما دلوقتي بيعيش على ملوحه البحر وبنفرخه على ملوحه البحر. عايز اتكلم مع حضرتك على قضايا القطاع السمك في مصر. انت ايه تقييمك، ايه تقييمك النهارده لقطاع السمك وانتاجه وارتفاع سعر السمك؟ انا عارف طبعا ان العلف بيحكم التكلفه، ولكن هل في حلول ان السمك سعره ينخفض؟ اول حاجه انا سيطر بيها على الاسعار، هو اولا معلش هي المشكله برضو بره ايدين الدوله اللي بتحكم في العلف. عندك ان 99% من مدخلات العلف عندك مستورده، فانت دلوقتي تحت ضغط اسعار العمله، ولكن بقدر اسيطر عليه بان انا اولا اتابع نظم الامان الحيوي. الحاجه الثانيه الوسيط، مشكله مصر ان هي جنه الوسيط، فاحنا لازم نشوف حلول سريعه ومباشره لتعامل مع المستهلك بطريقه مباشره. الرؤيه الجديده بتاعت الجهاز ان انا بقى مش هتعامل مع المستهلك ولا مع المزارع بس، لا انا عايز اتعامل مع المنظومه كلها. ازاي اوفر للمزارع الزريعه مش مفرخات بس، زريعه او حتى عائله بوريه، من انا كجهاز للمزارع مباشره واشيل التاجر الزريع اللي في النص ده، ازاي اسلمه الزريعه البور اللي كان بياخدها 400 و300 ويدفع 8-6000 جنيه اسلمها له 1000 وب 1000 جنيه ومتأقلم على المزرعه بتاعته. ازاي النهارده المزارع اللي بيربي ده وجهه نظري معاه او تعاملي معاه يكون من خلال تسويق منتجه؟ انا لسه بنعمل دلوقتي منافذ دي هتبقى اول منافذ موجوده في مصر لبيع الاسماك الحيه والمصنعه والفريش. حاليا عملنا تصميم لاول منفذ بيع الاسماك الحيه، بعتنا جوابات للمحافظين، بنراسل المحافظين دلوقتي ان احنا يخصصوا لنا في مناطق مميزه 50 متر بس مش اكتر يتحط فيها المنافذ دي، ويبقى ده المنفذ النمط بتاع الجهاز، ويبتدي يتوسع الجهاز في نشر منافذه على مستوى الجمهوريه بالكامل. برضه بنفس الفكره انشاء منافذ طبقا لمبادره السيد الرئيس كلنا واحد في المناطق الخاصه بهيئه الثروه السمكيه، المناطق الغير مستغله. حاليا بنشتغل على الكلام ده كله. هقول لك على حاجه، اتفضل. تلاقي مربي الاسماك عنده 500 فدان، 1000 فدان، وتلاقي حالته كرب، ليه؟ طب ما بتشغلش ليه على تصنيع الاسماك؟ ما تعمل حلقه تانية، انت انتجت السمك ادخل صنعه، يقول لك مش شغلتي. هل البقاء يا دكتور مش هيبقى الكائنات المتكامله؟ هينفع يا رب بس كده ويسيب السمك بتاعه عند حضرتك ويخسر؟ عند حضرتك حق، بس انا عايز اقول حاجه. انا شفت في دول العالم كتير الكائنات المتكامله ممكن تكون من خلال جمعيات تعاونيه، وده لازم نشتغل عليه. احنا دلوقتي دورنا في الجهاز نحن ننشط تكوين التعاونيات دي عشان نعمل حاجه بتقول عليه ده. عندك اتحاد الثروه المائيه، بالظبط يا فندم، وهو اصلا اتحاد قوي، بالظبط يا فندم، وقادر على ان هو يجمع المزارعين مع بعض. ده اللي بنحاول نستعين بيه، نقول له تعالى، ده اللي بنحاول نعمله دلوقتي. بس الفكره برضو ايه، عايز اخلي معاك بصراحه، وده برضو من خلال شغلي كتنميه زراعه سمكي مش كموظف في الحكومه. يعني تنميه زراعه سمكي انا لازم اتعامل مع المستثمر بنظام وين وين سيتويشن، لازم اكسبه الاول عشان يثق فيا، فلازم اديله الثقه فيا من خلال ان انا السمك اللي هتطلعه ده لازم تكسب فيه كويس. فاحنا انا دلوقتي بحاول نبني الثقه بيننا وبين المستثمرين تاني، بنحاول ننشط حتى المشاريع الجديده، ودي كانت مشاريع مدخل مصر كنا بنحلم بيها من سنين 25 سنه. ازاي ما عندنا مناطق فيها فص سمكيه في مصر؟ العالم كله كان بيضحك علينا، ازاي مصر عندها بحرين ما عندهاش فص سمكيه؟ عندنا 21 موقع، راحوا فين؟ موجودين يا فندم. طيب قول لنا شروطهم ايه وهتعلنهم امتى وادخل كمستثمر ازاي؟ حاليا حضرتك ال 21 موقع وهتحميني ولا لا يا دكتور؟ طبعا انا هبقى في البحر، طبعا منصتي في البحر، عمالي في البحر، محتاج مترين بره اقعد فيهم اريح. تمام، هتحميني ولا لا؟ هو ببساطه ال 21 موقع دول تم يعني اختصارهم من 61 موقع كانوا مقترحين اصلا، تم الموافقه من كل الجهات المعنيه بتكليف من السيد الرئيس لهيئه العمليات بالتنسيق بين الجهات المعنيه، وتم الموافقه والترابط على 21 موقع، 12 في البحر المتوسط و9 في البحر الاحمر. تمام، وتم اعلانهم في هيئه الاستثمار في الويب سايت بتاع الاستثمار في هيئه الاستثمار. البحر المتوسط ممكن أروس ودنيس ولوت، بالظبط. بحر احمر، البحر المتوسط أروس ودنيس ولوت، والجديد الجديد اللي احنا محتاجينه لامبر جاك.
امبر جاك دي السمكه اللي بتصنع منها التونه. واحنا محتاجينه عندنا مصانع تونه في مصر بالمناسبه. بس احنا عايزين نصنع التونه من التونه بالظبط كده، مش السمكه اللي بيجينا من بره قلنا تونه، لا عايزين كمان نصنعها لهم هنا. لا عايزين نصنعها التونه بتاعتنا ماشي في الاقفاص بتاعتنا، ومطلوبه تصديرها بره على فكره بالمناسبه، وده يقلل تكلفتها معانا، يقلل تكلفتها كتير جدا. تمام. ونقدر نصدرها كمان. طب البحر الاحمر بقى ايه؟ البحر الاحمر عندنا اسماك مهمه جدا تنفع تصرف في البحر الاحمر، زي سمكه الجروبر او الوقار، وفي سمكه الدنيس الاحمر او دي بنسميه المرجان ابو اتب اللي هي بنسميها ريد بريم. في حد بينتج الزريعه دي في مصر ولا هنجيبها من بره؟ في الاول هنبتدي، لازم اول طلعه اول زراعه هتبقى المفرخات اللي جنبنا في الامارات، في السعوديه بتنتج، في البحرين، لغايه لما بنعمل اول مفرخ لينا ان شاء الله برضه بمنحه هيكون في البحر الاحمر وينتج الاسماك دي. كويس. طب اتحركنا لتسويق 21 موقع دول؟ اه يا فندم، موجودين على الموقع، على الموقع بتاع هيئه الاسمار، وحاليا الهيئه بتحط التسعير بس لهذه المساحات، وبنقدم الدعم الفني بالكامل لكل المستثمرين، والاستثمار مش مطروح للمصريين بس، مطروح لاي حد في العالم يحب يستثمر في هذه الاقواس عشان يقلنا بس الخبره في الاول. تمام. ان احنا نحط اقل تسعيره موجوده في المنطقه. ماشي. واخد بال حضرتك؟ وطرحنا بنطرح على الاساس ده. المميزات اللي هتجيبه؟ طبعا انت مميزات عندك، اول حاجه البحر الاحمر عندك اسماك ما بتندكش، بالاضافه ان اسماك البحر الاحمر اسماك مميزه وسعرها غالي غير اسماك البحر المتوسط، فانت النهارده انت بقيت بيئه صالحه لجذب الاستثمار ده. بس الفكره في العمليه التنظيميه، اهم ميزه انا مديها له مش موجوده في اي دوله من دول العالم، ان المكان الواحد للاقفاص مساحته 2 كيلومتر مربع. 2 كيلومتر مربع يعني يسع 400 قفص بس. خد بالك 2 كيلومتر مربع يطلعوا كام طن سمك؟ يطلعوا 20,000 طن سمك. طبعا كسبان كسبان يعني. واسماك، واسماك ايه؟ بحريه عاليه القيمه الاقتصاديه. ما ينفعش نروح احنا للمستثمرين في العالم كده، احنا عارفينهم، احنا دوله مصنفه طبعا على مستوى العالم في الاسماك طبعا. احنا نروح ندعي لهم ونعمل اجتماعات ونشرح لهم اهميه المواقع دي ونجيبهم هم يشتغلوا. انا برتب لمؤتمر اقتصادي دعوه المستثمرين، هيكون ان شاء الله في جهاز او في احد الفنادق المشهوره، بحيث ان احنا ندعو كل المستثمرين على مستوى مصر او مستوى العالم للاستثمار في الاقفاص السمكيه البحريه، بحيث نعمل شرائط الانطلاق بس. هو حضرتك عامل مزارع سمكيه هنا ليه في المفرخ؟ المفرخ هو هي عجبتني. اي فدان هيجيب له كميه 30 طن حاجه هايله من الاسماك البحريه. ده بحري. ايوه طبعا. احنا المزارع بتجيب 3 طن و2 طن دكتور. أيوة. هو زي ما قلت لحضرتك احنا مفرخ، ومش مفرخ بس لتفريخ السمك، احنا مفرخ لتفريخ الكوادر الفنيه. شغله المفرخ ده هو نقل الخبره لكل من يهوى او كل من يشغله العمل في مجال الزراعه السمك. عشان كده عندنا مركز تدريب هنا، ومركز تدريب دولي معتمد. ممتاز. ممتاز. الحمد لله ان هو لا هو خليني اقول حاجه. اتفضل. الدوره قد ايه هنا؟ الدوره هنا انا بقول ما تقلش عن 15 يوم. يعيش كامل التجربه بالكامل في التفريخ الزريعه لغايه تربيه الاسماك. لا في حاجه بقى تخصصيه، يعني النهارده اللي عايز يتدرب على التفريخ هيقعد 15 يوم في المفرخ يا دوبك يكفوه. لان كنت لسه هكمل بجملتي اقول لك ايه، من 15 يوم الى 3 شهور اقل حاجه. ليه؟ انا يهمني اللي جاي يتدرب ده ما يجربش في ماله، تعالى احنا شغالين اهو، اقعد معانا شوف المشاكل اللي بتقابلنا واكتب وشوف بنحلها ازاي. ما الناس بتشوفني بكتب طول ما انا ماشي. مش هكتب بس، ده انا عايزه بندخله واحد من الاسطف.